يوم جديد تدب فيه أقدام المنتفضين الحياة في شوارع مدينة النجف وسط إصرار مستميت على استكمال ثورة لم تحقق مطالبها بعد، وقودها وطنية يسرق بريقها الأنظار وتتلخص باستعادة وطن مسلوب. وهناك أجندة أخرى اللي تصف المتظاهرين اللي هي بالجوكرية، هم تبعية إيرانية أو لدول جوار معينة تحاول من أثباط والأحزاب مثل ما تفضل حجي، الأحزاب والمتسلطين على رقابنا يحاولون بشتى الوسائل يوصلون فكرة للشعب بأنه هؤلاء هم جوكرية، ما جاي يستوعبون أنه أكو شريحة اللي هم ذولا كلهم الواقفين إن شاء الله ناس وطنية خرجوا من أجل وطن يا أخوان. البعض من الجهات المغرضة يعتبر هاي المظاهرات اليوم مسيسة الجهة معينة، هذا متوهم نهائيا، لأن هاي المظاهرات شعبية وطنية ترفض جميع التدخلات الخارجية. صرخات الشارع المكلومة المطالبة باسترجاع العراق هويته تشدد أيضا على ضرورة محاسبة من تسبب بسفك دماء الشهداء في جميع الساحات والشوارع المنتفضة. بالبداية احنا ردنا وطن، حاليا احنا الوطن رادة، احنا عانينا هواي ظروف صارت ويانا وطينا شهداء وما راح نسكت، لان دم الشهداء هذا ما راح يروح هدر وعبث، واحنا ما لنا شغل بامريكا او ايران، ما لنا شغل، احنا شعب العراق نريد العراق، هاي حرب احزاب بينات ما لنا شغل بها، احنا طالعين على مود الوطن ونريد الوطن. وفي محاولة لتدويل قضيته يريد الشعب المنتفض سماع صدى غضبه في أروقة المحافل الدولية، لا سيما بعد مناشدات شعبية تطالب المجتمع الدولي بقطع العلاقات مع الحكومة الحالية والأحزاب الموالية لإيران والولايات المتحدة، وسط تأكيد المتظاهرين على أن كلمة الفصل في تاريخ عراق تشرين الجديد ستكتب بأيديهم. نوصل هاي الرسالة لكافة الدول وكافة الشعوب أنه أي دولة من خارج العراق ومجاورة للعراق وبعيدة عن العراق لا تتعامل مع هذه الحكومة، هاي واحدة. اثنين، كل دولة مجارة وتحترم الجوار تحترم العراق وسيادة العراق، وسيادة العراق هو الشعب مو سيادة العراق اللي هي هاي الحكومة هسه الموجودة حاليا بأحضان إيران وأمريكا. وعلى وقع أجراس الثورة تستيقظ مطالب وأحلام مشروعة لشعب يستمد وقوده من انتمائه لأرض عزم على استرجاعها من ضمائر ميتة ونائمة.